وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أن العلماء يقولون إن مرض الشبهات أعظم من مرض الشهوات، فإنهم لا يقصدون بهذا أن يقللوا من شر مرض الشهوات، ولكنهم يريدون أن يبينوا شر مرض الشبهات. فمرض الشهوات شره عظيم وفساده في القلب كبير. وإياك يا عبد الله، إياك أن تغتر بصغر الذنب، فمن أقدم على الصغير أوشك أن يقدم على الكبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. المعلوم أيها الإخوة أن البيضة لا تبلغ نصابا ولا تقطع اليد بسبب سرقتها، وأن الحبل لا يبلغ نصابا ولا تقطع اليد بسبب سرقته، ولكن الذي يسرق البيضة يوشك أن يسرق ما فوقها، وأن يسرق ما فوقها حتى تقطع يده. فالذنوب يسير فيها الإنسان شيئا فشيئا. فانتبه يا عبد الله، فإن الإنسان قد يستصغر الذنب فيبدأ به، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يغفل عن التوبة حتى يرين على قلبه، والعياذ بالله. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.